تمريرات القصيرة نادي الحمام، شوفوا كاري كاري هنا مس الكرة من ديفياسيون، رجعت لبن شويخة ياخذها، يعاود ياخذها بن شويخة مرة أخرى، يعاود يعمل اون دو فوالا الحران، يعاود ياخذها اونتر لي ليم اونتر دو باس لبن شويخة، معودنا بلي باس ديسيزيف نتاعو، كاري كاري كونترول رونتي يفرا معناها بونتو هدف، تصوروا معناها مش قاعدين نضعوا فيه برشا، فما شوية متعة كان جيت لاكسيون ان بو بلو رابيد كان جا اسرع شويه برك يكون في احسن من برشا. هجوم فير لافون، معناتها لو بالون فا فير لافون مش يدور ويرجع كره بالتوالي، اي لا رابيديتي ديكزيكسيون معناتها اون 5 باس ولا اون 6 باس وصلت الكره من الحارس المرمى للحارس المرمى الاخر، لكن بهدف كمل بهدف، والبلاسمون ولو جو كور اي لا رابيديتي ديكزيكسيون، هذايا نجموا نحطوه في الاهداف اللي يجم يكونوا معناتها نتاع اوروبا اللي تحبوا عليها، معناتها برشلونه ولا غير برشلونه، معناتها اهداف جميله كما كي لقطه توصل في حوالي 30 ولا 40 ثانية من الدفاع للهجوم وتوفى بهدف. خليها لليمين، سيسي كرة أمامية، الحران يرجع لوسط الميدان، اللقطة الأخيرة هذا مرور وتقوى الهزمة، كاري كاري يدخل ويجيب الفرصة، أول كرة في الأول كرة كان مثلا إعادة للقطة، كاري كاري يدخل في قلب الفرصة الأخيرة حتى الكرة بين زوج مدافعين. عن فهد شقرة ياخذها إريك كاري كاري، كاري كاري يعطي الباس على اليسار عند حمدي جبالي، تف بالتف المرزوقي يسقط، الحران يستغلها يعطي لاسيس يعطي الباس، إريك كاري كاري يراوغ، إريك ينجم جول، أولى الأهداف في الملعب الأولمبي في سوسة، يباغة الجميع إريك كاري كاري اللي تغلب الولد وعمل كبير قابيل الحران، نشوف الحران افتك الكره حتى في عمق دفاع النجم الرياضي السعودي اللي ما كانش يستنى الحران يفك الكره، كان وجه لوجه مع الحارس البلبولي، شوف الحران ايش عمل بساق اليسار وراء المدافعين، اري كاري كاري وجه لوجه اكستيريور بساق اليمين يبعد على الحارس وبالانتيريور داخل الوجه يحط الكره، هدف لنادي حمام اللي قدم في مقابله دفاعيه من الطراز الدفاع. المتواجدين في مدرجات الملعب الاولمبي بسوسه اللي كانوا يمنيوا النفس بعودة أروع من هكا في البطولة بعد 97 يوم من يقف نشاط البطولة. يتلقى كرة من أحمد حران، التمرير بذكاء لإريك كاريكاري، لاعب النجم سابقا ما يضيعش الفرصة، يمضي هدف حاسم، هدف أسعد الأحباء والممرن بدرجة كبيرة. هدف حرر ايضا ساقين لاعبي فريق الضاحيه الجنوبيه اللي كان بامكانهم اضافه اهداف اخرى. وست طرق البدايه كانت في الدقيقه 20، هجوم يقود كاري كاري، توزيعه محكمه باتجاه كاسو دون رقابه. البدايه كانت في الدقيقه 20، هجوم يقود كاري كاري، توزيعه محكمه باتجاه كاسو دون رقابه. هدف اول لنادي حمام الانف. الهمهمة إمكانية إضافة هدف آخر كانت تقريبا، والمرور من الجهة اليمين كان سهل على ملاعبية نادي حمام الأنف. كاري كاري يسدد، الحارس يرجع الكرة بصعوبة مرة أخرى، نفس اللاعب من الجهة اليمين، توزيعة كان لها برجب بالمرصاد قبل ما توصل الكرة لكاسو. الشبيبة تبحث على التعديل، نادي حمام الأنف كان عنده رأي آخر، سيناريو الهدف الأول يعاد وبنفس الطريقة ومن نفس المكان. لكن الركنية الثانية في دقيقة 64 بنفس الكيفية، التوزيع على محور دفاع المستقبل وموجود شمس الدين الذوادي بالرأس يمهد للغاني كاري كاري، ما يضيعش الفرصة ويعاد النتيجة. الهدف الثاني لمهاجم الهمهمة هذا الموسم. دقيقة 82 إريك كاري كاري استغل صعود الظهير الأيسر للمرسى، يوصل التواتي للهجوم واستغل سرعته يوزع الكرة بين المدافع
السويعي والمهاجم ليسقط، والحكم بن ناصر ما يترددش في الإعلان عن ضرب جزاء. فراغ في محور دفاع الترجي الجرجيسي، إريك كاريكاري يستغل الموقف، يرفع الكرة بالحارس أيمن بن أيوب، يسجل ويعطي الأسبقية لنادي حمام الأنف. 11 دقيقة في الشوط الأول. إريك كاريكاري يوزع، هافو من حسيمان، فرانكاسو يضيع إمكانية هدف واضح بدفية غير مقبول. في مصدر من جديد إريك كاريكاري لأحمد حران، التسديد في القائم الثاني لكورتو على بعد سنتيمترات من مرمى بن أيوب. في الشوط الثاني وإريك كاريكاري ترجمها الغاني إريك كاريكاري بالكيفية اللي حبتها. المسعودي، المهذبي من جديد، كاريكاري، بن شويخة، ماهر حداد، بن شويخة مرة أخرى، أحمد حران بن شويخة، التمرير والقادم من نجم إريك كاريكاري من زاوية شبه مغلقة وفي القائم الثاني يضعف النتيجة. نسق اللقاء يرتفع، إريك كاريكاري رجل المقابلة يحاول من بعيد، كاد يضيف هدف خاص جدا لولا رامي جريد. ذكاء قبل الكرة شاقة الهجوم يعود لنادي حمام الأنف. إريك كاريكاري يراوغ، يمهد أنيس بن شويخة بطريقة فنية يخلي الكرة تتعدى، التسديد محمد جبالي في دين فاروق بن مصر. رد سريع من زملاء أمي كمون والحران في موقع مناسب للتسجيل يضيع فرصة افتتاح النتيجة. رد سريع من زملاء أمي كمون والحران في موقع مناسب للتسجيل يضيع فرصة دفاع نسق اللقاء. ودقيقتين بعد وبن شويخة بذكاء يمهد لهدف الهمهمة كاريكاري اللي في غياب المحاصرة الدفاعية ينجح في مغالطة الحارس سليم الرباعي، وتسجيل خامس هدف ليه في بطولة هذا الموسم. واحد واحد بعد 24 دقيقة لعب، ومؤقتا التعادل أيضا في نفس حصيلة